السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نسالك بطبع مانغا ون بيس وات الفصل الف وسبعه لذلك خلونا نبدا صفحة الغلاف اللي شفنا فيها كاتاكوري قاعد يجلد في أبناء الجرم طبعا كان معاه أوفن فالجلد قايم على ودنه في آخر لحظة سيزر فجأة خرج من العدم وبدأ يفزع طبعا في تلويح من الكاتب أن سيزر كان موجود من قبل أربع خمس فصول كذا جابه من خشور الجدار فهذه في صفحة الغلاف قصة صفحة الغلاف سيزر فزع لهم الأغلب راح يساعدهم على الهرب وليس على الانتصار لأن خلنا نكون منطقيين هذا كاتاكوري واوفن يعني اقوى اثنين عند البيج مان فما اعتقد انه يقدروا يفوزون عليهم ف اعتقد انه بيكون محاولة هرب، وخلونا ندخل على الفصل اللي اختلفت التقييمات عليه، مو الكل متفق على انه 10 من 10 اسطوري ورهيب رهيب، في ناس تقول لك اوكي جميل يستاهل 9 يستاهل 10 يستاهل 8، في ناس نزلت التقييم الى 7 الى 6 على حسب تقبلهم اللي صار في الفصل، لذلك خلينا نقراها صفحه صفحه، ونخلص وبعدين نعطيكم تقييم في النهايه. بدا الفصل بتعليق من المحرر قصه في عاصمه الزورو كانه بيحكي لنا روايه قصه. وفعليا بدا الفصل بقصه بناء كان اغنيه معزوفه طن 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 في دقدقه العود الياباني المشهور ناسي اسمه الساشيمي او شيء زي كذا قاعد تعزف عليه هو على الاغلب. كلمات قاعده تطلع بشكل جميل محبوكه كانها شعر نثري. اشتدت العاصفه تحت سماء اونيغاشيما المظلمه. تنين أزرق يحلق في أجوائها طبعا يوصفون كايدو ووحوش تزأر في أرضها طبعا يقصدون أكيد الكوارث وتوبيروبو وأتباع كايدو. طبعا كين قولوا يطير الباقي كلهم يزحفون على الأرض <applause> والأمطار تتهاطل في ميناء هابو غامرة أوراق الخريف الجافة معزوفات أسطورية طبعا مريك العاصمة كيف الناس تروح وتجي وكيف أن القصر انبنى من جديد المباني بدأت تبني من جديد كان القصر ما انهدم فعلا بس يعني زخرفة وإضافات وكذا الألوان زاهية أتوقع من في الأنمي راح يكون شيء مرة مرة أسطوري طبعا هنا أخيرا الكاتب ورانا كيف أن واحد من المعلمين أو الأكاديميين في وانو قاعد يحكي الرواية لجمع الغفير موجودين في المسرح من اللي ما حضروا ما شافوا اللي صار على اساس انه يكتبونها كشعر عشان يتناقل ما بين المدن وما الى ذلك واللي كانت تعزف شهيوري الله حق بنت قاعده على كرسي تعزف جنبه وقاعده على الطاوله وعورا شعر الكوزوكي في مسرح كبير وقاعد يتكلم أه الشخصيه هذه اللي مرسومه اودا قد رسمها من قبل وقال ان هذه انا مقتبسها من شخصيه مخرج ون بيس السابق حاليا هو احد اعضاء الريستا في شركه تو انيميشن شيميزو سان صار لنا شرف لقاء مرتين مره في حفل ومره في مقر مانجا برودكشن فنعرفه شخصيا ونتشرف بعرفته وكذا ف اودا راسم الشخصيه ذي بيست على الكاركتر الحقيقيه هذه هذا الشخص قاعد يتكلم ويقول هذه قصه الاتباع المخلصين وغارتهم التي شنوها في سبيل الانتقام لموت كوزكي اودن بعد ما مات كوزكي اودن جاي بعد 20 سنه شنوا غاره انتقام من اجل انتقام لموت كوزكي اودن لست ماهرا في الالقاء ولكن ساروي لكم قصه الاكازايا تبدا القصه في ليله احتفال النار يعني بعد 20 سنه من موت اودن في ليله احتفال مهرجان النار هنا انتهت المقدمه اللي الكاتب قاعد يقول لك ان حاليا يبون يعدلون التاريخ يبون يرمون التاريخ صح كيف إيه ان الغار هذه اللي صارت على صارت تاريخ مسجل في كتب وسجلات مملكة وانو وستدرس عبر أجيال هذه قصة الأبطال الذين حرروا وانو من استعباد التنين الطائر والوحوش السائرة وبلا بلا 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 بلا, بلا. المشهد إلى مقاطعة أودوم والتي تؤدي إلى ميناء توكاغي ميناء توكاغي هذا اللي يرسو فيه حاليا لوفي ولاو ويوسس كيد حسب الفصل اللي طاف خلاص على شكل حروب طبعا الصورة الأولية للمقاطعة هذه كانت في السابق صحراء جرداء قبل قبل عشرين سنة قبل عشرين سنة قبل لا يتقاتل أودن مع كايدو كانت غابات وتقاتل أودن مع كايدو قتال وميت اشتعلت الغابة تم تحترق خمس أيام وبعدها بنى فيها كايدو مصانع وتلوث الجو وصارت مرة مرة أرض جرداء ما يعيش فيها شيء بس الصوره الان لا وراني الكاتب غابه عامره طبعا هذا الشيء مو من فعل <applause> سكان البلد ما يمديك تقلب المكان غابه عامره في اسبوعين ما اسبوع من بعد سقوط كايدو هذا بفضل حسب القصه يعني خيال القصه دخول الادميره الثور الاخضر لقدرته تشمل الغابات غابات, غابات فلأنه تقاتل هنا ومر هنا فزرع المكان كله غابات فمقاطعه اذن اللي كانت جافه جرداء رجعت الى غابه مليانه مزدهره خضراء كان كان صلاله لا حمزه امزح تبي <تالي> راجع من صلاله متحمس اوصف المكان <تالي راجع من الصلالة> وتجي اول صدمه في الفصل هي صدمه ايجابيه للبعض سلبيه للبعض انا منهم طبعا وإبراهيم وغيرنا وكثير من الجمهور مومونوسكي قاعد يتكلم مع ياماتو ماذا ناني؟ الن تبحري معهم يا ياماتو انت ما راح تسافرين مع لوفي وتبحرين معاه فترد تقول نعم قررت البقاء واخبرت لوفي مسبقا ورفاقه ايضا انا يعني قلت حق لوفي النكمة كلهم انا ما راح ابحر معاكم <applause> يخرب بيتك يا هودا ايش لون <applause> كلنا كنا معودين على انه بتنظم العضو الجديد راهنا وختمنا ووقعنا وكل شيء <applause> تجي عملنا في اخر فصل كذا ما انت ما, ما انت طبعا بالصورة ان مومورسكي متحول على هيئة التنين حقه اللازوردي مو اللازوردي عفوا البنكي الوردي وقاعد يمشي في الغابة داعس بسرعة عنده في غابة أذن بيروح لميناء سوكاجي فكيمون على ظهره مع ياماتو كيمون قاعد يعلق حق ياماتو يقول ما هل حدث شيء ما ياموتو؟ هل هم يعتبرونك عبء عليهم رد هنا مومورسكي قال كلا هذا مستحيل انضمامك اكيد راح يعزز من قوتهم، لكن ايش قبل شوي قلت ايش اتخذتي قرارك بشان شيء ما؟ شنو الشيء اللي خلاك تغيرين قرارك؟ فتجي الصدمه اللي هي رد نعم الم يبدا اودن قبل 25 سنه او 36 سنه بالضبط رحلته بالتنقل داخل بلاد وان يعني سافر كل مقاطعات بلاد وعن. وشافها واكتشفها بعدين قال البلاد هذه ضيقه أدري ايش من ذا الكلام يعني. انا كذلك لا اعرف شيء عن بلاد وان كانت مسجونه داخل آه قلعة اونيغاشيما او جزيرة اونيغاشيما ما تطلع منها ممنوع الخروج بسبة الاصفاد بسبة كادو طبعا لذا انا ساحذو حذوة انا بسوي مثل ما سوى اودن بلف بلاد وانو كلها واكتشفها كلها ثم سابحر الى البحر يوما ما فهنا رد مونوسكي يا للمفاجأة واضح ان شخطتي قرار نقاش مطول مع لوفي حول هذا القرار يعني القرار ما جه من فراغ ما من عدم كان في نقاش في اخذ وعطى بين لوفي وبين ياماتو على متصل وصلوا الى هذا القرار هنا فجأة استوقف قال بس هذا شيء يغضبني أكثر ليش قاعد يهمشني وكأنني أحمق ليش ما جيت تكلم معي قبل يرحل أنت هي جلس معاش وتناقش وأخذ وأعطى وتخطي القرار وما أدري إيش وأنا سيفون لا كلمني ولا شيء بيمشي بيخليني وهنا بدأت سلسلة من أحد الأشياء اللي طبعا نزلت تقييم الفصل عند الكثيرين من الناس ما فيهم عبد الباري واخوي ابراهيم حتى انا على خفيف الله حق. فلاش باك ذكريات اللي مومنوسكي يتذكر واقع او وكيف كان الناس تتعامل معه من يوم من الطفل ابتداء من كايدو اللي علقه فوق القصر بعد ما قتل ابوه بعد ما حرق القصر امه تحترق داخل القصر داخل قال له ما اسمك ابوك كان سيد احمق يوم يعني يقول له عن اسمه كان معلقه في الهواء وذكريات انه اول ما التقى بلوفي يوم قال له من انت؟ قال له لوفي لوفي كايزو كوي وجاب لنا الكاتب لقطه كوميديه كذا بينهم اذكر انها صارت في زو اذا ماني غلطان يقول ما لما إيه لوفي معصب عليه الضرب يقول واذا صرت محارب عظيمه انا الرجل يصبح ملك القراصنه فيرد عليه مسكين وهذا وانا ما سيصبح الشوق اللي بين ادوانه ولوفي عاير عليه ايش عندك الثعبان يقول له القرد <applause> وبعدين احد اقوى لقطات اعتراف لوفي بمونسكي اللي احرجت حتى الاغماد يوم ان لوفي كان طايح في الارض وكان رافض آه التحالف مع الاكازايا ومع المينكس للانتقام وهزيمه كايدو ويقول هل انت متفرج يا مومو هل ستكتفي بالبكاء لانه يعني بعد ما تذكروا ذكريات قتل ابوه كيف انه انطبخ في جدر بكى طبعا مرسكي اكثر صارخ كلمة اريد ان اهزم كايدو وهنا لوفي مد يده قال اذا لنتعاون وخلنا نصير ذا فهنا طبعا الاغماد عرفوا وقت انهم اخطاوا وما تعاملوا مع مرسكي كرجل تعاملوا معه كطفل ما له لازمه قرار مع انه قائدهم فحسوا بالاهانه والعيب والعار انه لوفي تعامل مع مرسكي كقائد فعلا مو مثلهم ولقطه كذا يوم يختطفه كانجر الحقير فوق الطير ولوفي صحيح يقول مجرد طفل احمق جبان بس في المقابل برضه لازم تتعالى على الكل مع تسريحه شعرك الغبيه حاول ان تنجو فانا ساتي حتما لانقاذك لانك توموداتشي لانك انت صديقي انت ناكاما انت صديق بالنسبه لي فراح اجي انقذك وهنا كايدو يجي يسال مومونوسكي ساسالك مجددا ما اسمك ايها الشقي هذا يوم كان يبي يتخلى عن اسمه انه كوزكي أساس ما يقتله ولكن مومونوسكي وبكل فخر صرخ انا كوزوكي مومونوسكي الرجل رجل يصبح الشوق اللي وانو وفعلا على اصبح الشوق اللي بلاد وانو, وانو قال فعل يا مومو بس للاسف ما ارتقيت للتطلعات اللي انا كنت حاطها لك <تصفيق> <تصفيق> واخر لقطه او لقاء كان بين لوفي ومومونوسكي يعني لقاء قوي نتكلم مؤثر في اعتماد ان لوفي صرخ على مومونوسكي انطلق انت تستطيع الطيران عليك ايقاف اونيغاشيما واترك هاي ليزا ان تصر عليه حتما هنا انتهت لقطه الفلاش باك وكيف ان العلاقه الطويله جدا طبعا احنا كمتابعين مانجا اذا من غلطان عشناها تقريبا 10 سنوات 8 سنوات 7 سنوات ما اذكر صراحه يعني من اول ما دخلنا بنك هازارد من بدايه العالم الجديد التقى لوفي بمونوسكي وطبعا كيمون وتونا الان في هذا الفصل تنتهي هذه العلاقه هذا اللقاء او هذه القصه التي دامت كم سبع سنوات ثمان سنوات ما اقدر اضبطها بالضبط يعني يمكن حتى عشر سنوات ارك او ساقا مره مره مر طويل عده ساقات اصلا فجاء تعليق من مومونوسكي الان بعد ما انتهت الفلاش باك الذكريات الطويله ذي كلها لماذا فعل ذلك؟ لماذا يعني بيرحل بدون ما يودعني بدون ما يكلمني بدون ما يتناقش معي، بدون ما يشاورني رغم علاقتنا الوطيده ورحلتنا الطويله معنا احنا سافرنا في رحله مره طويله وعلاقتنا مره مره قويه ما عنده مشاعر ما عنده احساس ويكمل كلامه طبعا هنا إيه جت اللقطه انه مو 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 قاعد يطير في الهواء قاعد يمشي في الغابه على رجوله الأربعة ف تنين سريع طبعا حركته سريعه لأنه مره عملاق وضخم بس ستيل لما يطير كان بيكون اسرع وصولها، وبرضه من الغباء انك تنين مو تطير يعني الخوف لا يزال موجود الله يفشلك شوق بلاد وان الله يفشلك فقاعد يقول حق كيمون يا لقى صوتك يا لوفي بيتكلم بصوت عالي انه لا يفهم الفرق بين الحريه والوقاحه يعني انت حر انك تسافر ما اقدر أمنعك انك تسافر بس اللي انت قاعد تسوي انك تطلع تسافر ولا تودعني هذه وقاحة ألا توافقني الرأي يا كيمون فيرد كيمون بلى أتفق معاك يا مومنوسكي ساما ولكن ليش قاعد تطير ورا قاعد تزحف يعني مومنوسكي يقول أخرس لا تطقني على راسي ولا تحول فجأة كيمون اخذته العزه بالاثم على قولته <صحيح> مسك سيفه <صحيح> سحبها يقول انت الان شوق لبلاد بلاد وانو يا ونسكي سما سنتعامل مع لوفي دونو بعد ان نسمع تبريره لتصرفه الوقح معك يعني بعد هذا التصرف الوقح بعد ما نسمع التبرير حق هذا التصرف الوقح نتعامل معاه وبناء عليه قد اضطر الى قطعه كريه و... <صحيح> انت شايف روحك على مين يا كيمون ها آه؟ <تصحيح> نسينا نسينا يوم تقول لك شل الدولة على ظهرك نسينا ما كلينا علينا هالكلام على هماني فرعون ويشك <applause> <applause> ولا والمشكلة ان مومنسكي برضه مخلد الاساس بالاثم اجل فهذا اسلوب المحاربين ظننت اننا صديقين يا لوفي بس في الوقت و... شاط شاط الولد بس شاش شاش مومنسكي شاش على لوفي يا ما قاعد ما داعي ما في داعي تصعدون الامور ترى ها هدوها هدوها هدو هدو انتوا اياه ومونسكي مكمل لقد الحق بي العار سالكمه ثم ساعضه ساعضه بالشباب رجع المشهد اللي ميناء توكاكي مثلا بس المرة تغير اللي قاعد يتكلم من قبل كان يتكلم كيد المرة اللي قاعد يقول كلام لا ويقول حق طاقم لوفي ستيل فيها تكرار صراحة هذا بعد من الأشياء اللي أنا ما حبيتها من أودا ولكن يعني أودا واضح أنه كان يمطط لسبب يعني يمطط في المانجا هذه لسبب أنه الفصل على شيء معين كان في أشياء إضافية غير أفضل من كذا تقدر تضيف هذا الفصل ولكن هو الكاتب وهذا السيناريو اللي بيكتبه فبراحته لا وقاعد يقول لهم إذا التقينا مجددا فنحن أعداء لذا لا تتذمروا حتى لو حاولت قتلكم يعني لو شفتوني هاجم عليكم بقتلكم المره الجايه لا تزعلون ترى احنا اعداء ولو يضحك يقول له هذا بديهي والله انا ما ادري انا خبرتكم حلفاء واخويا والعلاقه طيبه وبتم بتم الحلفاء لما توصل ملك القراصنه وفي الحرب الاخيره بعد ما ادري شو اللي قلب الدعوه انا نفسي ما بتقبل العدين لو صار عدو وتشوف يقول له وداعا تراو ويقول له اخرس ايش فيك معصب ويستس كدي يلا نبحر شوي اسمعوا من صوت الغابه ووي. ومنسكي قاعد يصرخ فكلهم انتبهوا مبسوطين فعلا مومونوسكي بهيئه التنين دخل كذا طف طف كسر ام الدنيا كلها لوفي كان لا يزال تحت ما بعد يصعد على السفينه ويا تصرخ يا رفاق لقد اتينا لتوديعكم وهم كلهم مومونوسكي كي يومون يصرخون لهم الا طبعا سانجي يا ما تشوان <applause> هذه يعني ترقبونها لما تجي الانمي وتشوفون عيونك قلوب ولقطه كذا كوميديه عليها هذه طبعا هنا على طول مونوسكي الغى التحول حق علايه التنين وغاض وكذا ونقز على لوفي لوفي مسكسبك وطيح لوفي في الارض. جاك كيمون معصب شايش حد واصل حد بالعصبيه. لوفي شو اللي كنت تفكر فيه؟ كنت تنوي المغادره دون ان تتحدث معنا نحن اللي ابحرنا معك فتره طويله بالذات كيمون ومونوسكي هم اكثر اثنين ابحروا مع لوفي يعني رايزا وكنجرو ذي اللي بعدين يزوا بس كيمون ومومونسكي هم اول اثنين دخلوا من بدايه البنك هزب مع بدايه مدخل عالم الجديد هم معاه الشوكر غاضب جدا من تصرفك اريد ان اسمع منك تبرير ولوفي بكل برود ايش فيكم خلاص هات جيتوا خلنا يلا عادي طب السؤال ما تبغى تتكلم يجيك مومونسكي لوفي هذا امر لك بصفه الشوقل كذا بوجه جاد وصارم فجاه قلب طفل من جديد ارجوك لا ترحل سابشي ناس أصبح وحيدا <applause> الدموع اربع أربعة والله يكرمكم الخشم في اريد ان نبقى للابد ارجوكم لا تتركوني يا رفاق وكان لوفي كان عارف ان هذه رده فعل مومنوسكي لو ودعه فحاول يحافظ على كرامة الشوغن على هيبته على فخامته وكان يبي يمشي بدون يودع هذا باختصار يعني هنا طبعا كيمون كي سوى بيده <applause> يعني يا ويلة ترى ناس ان مومنسكي لا يزال طفل الشوغن والشوغن والشوغن تعرف لا يزال طفل عمره ثمان سنوات بدا هنا يفرغ كل اللي في خاطره مومنسكي لقد نجوت من الموت بفضلكم واعادت البسمه الى شفائنا مو بس انا يعني مو بس انا وبختي وكيمون والاغماد حقيني و... شعبي كل عادة البسمة إلى شفاتهم بفضلكم وانتقمنا لأمي وأبي بفضلكم أريقتو منا أنا ممتن لكم شكرا جزيلا لكم جميعا أنا ممتن لكم طبعا هو يقول الكلام صخر الله العظيم حسب معتقداتهم في اليابان أنك تركع على رأسك وتسجد على رأسك لإظهار الامتنان هذا معتقد خاطئ عندهم بس احنا ما نسجد لله سبحانه وتعالى لكن للذكر يعني هذه قصه في اليابان يعني لا يسعني التعبير لانني غبي ولكنني خائف من المستقبل، يعني لا يزال خايف انكم تروحون وتخلوني، خايف شي اللي بيصير قدام، خايف من المسؤوليه من العبه طفل ذو ثمان سنوات فجاه صار جسده بالغ 28 سنه وصار الشوغن بلاد وانو مسؤوليه الشعب كله وحمايتهم والدفاع عنهم على عاتقه. لذا تانومو ارجوكم لا ترحلوا، يعني من كان يقول امرك بصفه نحن قال لا ارجوك لا ترحل. شوف المفارقة، من قبل كان يحاول يظهر نفسه بهيبة بفخامة الشوغن، بعدين تحول إلى الطفل عقلية الطفل وهذا فجاء الحقير زورو، قال يعني ألعار يعني الشوغن قاعد يصيح ويتفكتف، hey, لا تقول هي لا تقول ذكاء تدري انه ليس الطفل عمره ثمان سنوات، لوفي التفت على أوسوب، قال أوسوب بديت منها؟ قال أوسوب نعم، ويرمونها على وجه مومونوسكي، لاح عليه خرقة كبيرة جدا لونها أسود ومرسوم عليها شيء، قال لوفي كنت أنتظرك لاني اردت ان اعطيك هذا الشيء يعني انا ما كنت بغادر لما تجي عشان اعطيك ذا الشيء الشوغن مومو يا لها من مكانة العظيمة يعني بالنسبة للوفي لوفي كان يقول انا حلم اني اصبح ملك القراصنة يعني نعم بعد ما هزم كايدو البيج مام اقترب من هذا الحلم ولكن مومونوسكي فعلا حقق الحلم اصبح شوغن لبلاد وانو خلاص بس لوفي مو في خاطر يعني تقول تقرقع يعني يعني هلا يخرك ترى انا نعرف حقيقتك لازم تبزرع في المسرود إيه. <applause> أنت مجرد أحمق وجبان لكنني أعتبرك مثابة أخي الصغير يعني صدق جسمك صار أكبر مني صار عمرك 28 سنة مش أقوم بلا أكبر مني عمرا جسديا ولكن عقليا أنا أدري أنك لسه صغير وأنا أعتبرك مثل أخوي الصغير لازل خذ هذه الراية اللي رموها عليك العلم علم قراصنة قبعة القش وإذا ماني غلطان هو أول علم رسمه لوفي الرسمة الغبية الغلط أو إنه علم صحيح تو راسمه يسبو زين بس إنه كان متصفط يعني بالصورة واضح لي كأنه مو مو بالرسمة المضبوطة 100% هيكمل لوفي كلامه يقول تذكر مغامراتك معنا في البحر عندما تكون في مواقف صعبة يعني متى ما صرت في موقف صعب تذكر قد ايش قابلنا الموت يعني في مغامراتنا في السفينه ونطيح ونغوص ورحنا ورقينا ونزلنا طبعا يعني يروحون اليوجن ما كان معهم ولكن يعني خاضوا مغامرات في زو في ديسروزا في وانو نفسه حين يوم جاوا خاضوا غمار البحر وشافوا مدى خطوره البحر وتنقلوا في كل مكان وارفع هذه الرايه في وانو في داخل وانو اذا وصل شخص خطر اذا جاك شخص خطر يبي يتحرش ذا ور الرايه ذي لانها تعني اي احد يمس احد من رفاقي فقد اختار ان يخوض معركه معي يعني لوفي قاعد يقول له وانو تحت حمايتي يا شيخ اللي بيتيها لا دوس دوس لا قطعه تقطيع <applause> مومو قوي اذا فانا واحد منكم ايضا فيرد لوفي بكل سرعه وبدون تردد كيمون مومو وياماتو اذا اردتم ان تصبحوا قراصنه في يوم من ما فساتي لاصطحابكم اي يوم تبون تصيرون قراصنه برجع اخذكم كيمون يضحك هي هي زي الغبي وياماتو مرحاه فرحانه مبسوطه على الاخر بس اكمل لوفي كلامه بجلده قويه ولكنني لا اقبل الجبناء الضعفاء مومونوسكي يقول <applause> يعني الكلام من تحت الحزام من تحت الطاوله لك انت كيمون قوي وياماتو قوي انت انت الضعيف الجو <applause> وهم راكبين السفينه راح يبحرون لوفي قال كلمه مهمه جدا اعتمد عليك يا ياماتو هي تقول له عُلم معناته ان لوفي في الحوار اللي دار ما بين لوفي وبين ياماتو لوفي اعطى ياماتو مهمه قويه جدا اللي حمايه بلادوانو حمايه مومونوسكي ممكن تعليم وتدريب مومونوسكي على حكي هذه النظريه قال اخوي ابراهيم وصل في رياكشن وقت النقاش تعليم مومونوسكي على الحك الملكي واتقانه كون إن هي متقنه لتغليف الحك الملكي تكلم عن ياماتو ممكن تتعلم على حكي التصلب هذا اتوقع حكي التصلب يعرفونها الاغماض على يعلمونها بس الملكي بالذات الوحيد اللي قادر تطوير مومونوسكي في الحك الملكي هي ياماتو اذا الكاتب يجيب لنا مومونوسكي مستقبلا بعد شهر شهرين خمس شهور ست شهور ايا كان وقت الرحلة اللي بيخوضه لوفي على ما يوصل الى لافتيل ويعود الى بلاد وانو من اجل اخذ سلاح بلوتن اللي موجود فتح حدود وانو واخذ سلاح بلوتن لابد ان مومونوسكي يكون جاهز مجهز ولابد من شخص يساعد مومونوسكي على حماية بلاد وانو مو بس الاغماد ياماتو مساعدة قوية جدا جدا وجودها فزعة قوية لمومونوسكي بعدها شيكول لنبحر وقال حق مومونوسكي شد الهمة فأنت الشوغن يا مومونوسكي ابذل جهدك يا مونوسكي الكل يتكلم يعني يودعونهم مونوسكي لا يزال منزل راسه مطاطا براسه احترام وتقدير لهم يا ما تودعهم كيمون واقف هنا مونوسكي الحين اتخذ قراره شنو الخطوه اللي بعدها؟ يعني الحين انا اصبحت شو قلنا حققت الهدف الاول بس لسه في هدف ثاني اسمى أقوى فالتفت على مساعد الغمد كيمون قال لك كيمون نعم يوما ما ساتفوق على كوزكي اودن حتما والله يعني ودي اقول ذا بعدك وطويل على شواربك بس انت ولده، وكفو ويبي لك صراحه الولد يعني سوى الهواء ابوك ابوك داهي ابوك يعني انت والله انا كيمون كي اتطلع اتطلع الى هذا اليوم حتما انا انا نفسي اتحلم ذا اليوم ابي اشوفك فعلا قد ابوك واكبر، أكبر من ابوك، اكبر من ابوك، تحقي شيء اعظم من ابوك، الى يوم ما تطلع يعني بطريقه كوميديه، تتفوق علي لان انا كوز كيوت، مو انت ابوي ابوي، متى هنا نامي تقول هيا خلينا نروح حق هوكوما، نطلعوا من عند ميناء توكاجي اللي موجود في أودن حكوا موي المقاطعة اللي جنب هي اللي فيها الميناء الرسمي اللي يمديك تدخل بها عن طريق انهم يوقفون الشلال فتنزل انت زي الرافعة كذا بالسفينة ويوقفون عنك الشلال فتطلع بالسفينة من تحت الجزيرة امورك طيبة اذا كان كايدو يطلع يدخل من الجزيرة وكان يستقبل زوارة مثل اللي جاوا من حكومة العالم السي بي زيرو وغيرها مبروك اوه هذا مطمئن انا كنت خايف نعم تطب فوق الشلال زي ما دخل لك خطر جدا وشبر نعم ايه فرحان يجيك هنا يستسكت الحقير اوه قررتوا تطلعوا من الطريق الامن <applause> يعني جبناء خوابين يعني. هذا حركه التنافس اللي ما بين يوسف ولا ولوف هذا الشيء كان موجود من قبل السنتين في ارخبيل شابودي يوم كانت يتقاتلون مع المارينز بعد ما ضرب لوفي واحد من التريوفي فيكمل كلام يقول قرار يليق بفاشلين جبناء مثلكم استفزهم على الاخر هنا لوفي ولاو كلهم طريق آمن آه آه ونامي تقول له لوفي انتظر لا تتحيص تمسك خلاص ما في غلط انك تختار الطريق الآمن خلنا نروح اتوقع طبعا بيبو هذا الدب اللي عند لاوي اللي يقول سينجو اللي ما تغيرت ملامحك ما في شي غلط خلنا نروح الطريق الآمن ارجوك لا تنفعل لا تنفعل ولوفي على طول سلمني الدب سلمني الطارة جنبي وخر انا تاكيد على انه خلاص جنبي صار هو سواق حق سفينه لوفي هو الرجال الطار كذا كلهم توقف يا لوفي توقف رجاء السنه وانا تسمع له صرخه مدويه آه ترى <applause> تشوفوا سفينة يوسف سفينة لوفي غواصة لا وكله قاعد يطبوا من فوق الشلالات بينزلوا على تحت هجوم انتحاري خروج انتحاري من كما بدا الكاتب بالفصل بالراوي هذا اللي قلت لكم يشبه مخرج شيميزوسان انهى بتكملة كلامه قاعد يكمل القصة يروي لهم القصة في المسرح العظيم مع ذيك الدندن طن طن وما الى ذلك. القراصنه الذين جلبهم مومونوسكي سما وكيمون كانوا أقوياء وذو بأس شديد وكأنهم يجسدون ملك الحكمة بقوته وهيجانه واندفاعه حتى الملك التنين كايدو اللي هو ملك وانو فقتهم واليوكاي الخاصين بالأويران الضخمة يقصد طبعا البيج ما يسمونهم يونكو في ذاك الوقت هي كان لقبها الأويران وكايدو كان يلقب بالملك ذا تنين وهذه عندها يوكاي اللي هم الأشباح يقصد الأرواح حقينها اللي صنعتهم بريثيميوس نابوليون وهيرا لم يتمكنا من هزيمتهم ولا واحد من الأقوياء ذين استطاع هزيمة القراصنة اللي جابوهم فزع والآن يغادرون مع صرخات أخيرة تشق عنان السماء والآن لنتطرق لأوروتشي أنا يعني يوم بدي أتكلم عن أوروتشي وقف قلبي وقت الله يفريكشك ظنيته بيقول إنه ليس حي. إذا ظنوا بأنه مات حرقا إلا أنه نهض بحقد بحقده الدفين وهاجم الأميرة يوري. ولكن فجأة باغته هجوم السيف الواحد الخاص ب الغمد دنجر والتابع الثاني للكوزوكي اودن التابع الاول كيمون والتابع الثاني دنجر هكذا كانت نهايه غروزومي اوريتشي بقطع راسه المحترق سقوط اونيغاشيما سقوط جزيره اونيغاشيما والملك التنين كايدو كان اشبه بصوت هدير الرعد طبعا لو كان مغطي المكان بالصوت فما كان تسمع صوت الانفجارات فعليا والغيوم المظلمة التي كانت تغطي وانو لعشرين سنة بدأت تتبدد هذا زي ما شعر نثري قاعد يصف يروي الرواية بطريقة شعرية وحين وصل صخب المهرجان إلى مسامعهم حدث شيء لا يصدق ألا وهو أن رأس أوريتشي المحترقة ظل يتحدث بعد قطع رأسه والاحتراق وقال ضغينة الأوكورزمي ستلعن هذه البلاد إلى الأبد فتذكرت الأميرة هيوري معاناة دولة وانو وشعب وانو على مدى عشرين سنة ورمقته بنظرة جريئة لا تحمل ذرة خوف طبعا يعني قاعد يعني يروي القصه هو لا يزال بس فعلا الكاتب قاعد مشهد ما وقت الغارة كلام صار مرسم الكاتب من قبل تعمد يظهرها في هذه اللقطة في هذا المشهد عشان يعطيك الختامية الجميلة ان دانجيرو وجو قال احذر هي يوري لا تقربي منه قاعد يحترق يعني خليه يولي عنش هذا قاعد يروي القصة يقول حذرها دنجر من الاقتراب منه ولكنها ابعدته بيدها ووقفت الاميرة هيوري بلا ذرة خوف امام اوروتشي المحترق ويكمل وصفه يعني كأنه يحكي لهم القصة بطريقة وصف ابداعية كانت في يدها مهفة المهفة المهفة. تحمل شعار الكوزكي. شدت بأسنانها على شفتيها وتتعصر من الألم بذكرى مقتل أبوها وأمها والمعاناة التي عانها أخوها ومعاناة بلادها وقالت هنا كل الشعب لا تذكر هذا الجزء فيقول لهم يلا رددوا معي رددوا معي الكلمة اللي قالتها ورانا الكاتب رسمت يوري بكيف الهيبه وهي ماده المهفه حقتها وعيونها تدمع يعني قهر وغبنه وكبته وكل شيء قاعد يطلع الكروزمي لن يكون كروزمي ما لم يكن محترقا <applause> 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 هذه كلمه اودن الاسطوريه الأودن لن يكون اودن ما لم يكن مغليا يعني يطبخ يغلي مغلي على الاخر فا اودن مات مغليا في الماء اما انت يا كروزمي طبعا كروزمي تعني الفحم على فكره قلنا ذا الشيء من قبل الاسم هو الوحيد اللي اسم قبيله الكرزمي ما في اسم القمر اغلب القبائل الست البقيه والخمس البقيه كلهم فيهم وصف القمر والكنج حق القمر في الا هالفاشلين ذي دي الكنج حقهم فحم فهي <applause> قاعده تقول له الكرزمي انت الفحم ما انتم فحم الا اذا صرتوا محترقين <applause> وهنا الكاتب لا رجع لنا على هيوري نفسه معها اوتوكو قاعدين يعزفون كان هيوري تدرب اوتوكو من الان البنت الصغيره على العزف طاحت اوتوكو يعني والله مسكين وتكسر الخاطر ابوها مات بس يعني اذا ما تقول كاننا في القصه في تعويض قوي انه قاعد تعيش في القصر مع بنت كوزوكي اودن هيوري كوزوكي فشيء شيء مره مره قوي فخم كانت مع الاويران هي كانت اويران في السابق ولكن الان شيء احلى واقوى بعد ويكمل هذا الراوي اللي في المسرح كلامه بدات القصه في عشيه مهرجان النار حيث اجتمع اصحاب الوشم المعكوس الهلال المعكوس كلهم اللي عليهم هلال معكوس عند الرجل وظفروا بالانتقام ملحمة استعاده مكانه العشيره ستروى لجيل بعد جيل هذه الملحمة اللي أنا قصيت عليكم راح تروى أجيال وأجيال وأجيال سيتم تنقل عبر الأجيال ملحمة الانتقام وكيف استعادوا مكانتهم قبيلة الكوزوكي هذه قصة المحاربون المشهورون الذين استعادوا أمجادهم يعطيك الكاتب ذيك الصورة الجميلة اللي فيها مومونوسكي في السنتر وكل اللي فزعوا معاه الأقماد ياماتو شينوبو أوتاما كلهم كلهم في صورة واحدة جميلة بس فيها شيء واحد مو جميل بالنسبة لي أنا ان مونسكي كان عنده السيف الابيض حق ابوه فقط السيف الثاني انما اللي لسه مو بعنده انا كنت مران على النزور بيرجع السيف طبعا ممكن يرجع الوان وممكن يرجع لهيوري مو شرط انه يرجعه لي نفسه بس انا كنت اتوقع ان مونسكي بيقاتل بسيفين زي ابوه بيصير نيتوريو ما راح يكون ايتوريو جاي المشهد على مونوسكي راجع داخل العاصمه الكل شو سما مونوسكي سما وقاعد يقول والان سين... اين سنضع الرايه يعني قاعد يفكر شو المكان المناسب لنحط فيه رايه لوفي شعار لوفي انه فعلا بلاد وانو اصبحت تحت ملك لوفي أم... الاراضي اللي تتبع لوفي قاعده تزداد يوما بعد يوم عندنا طبعا من قبل اراباستا عندنا اليوجن عندنا ديسروزا عندنا حاليا وانو وغيرهم وغيرهم من الاراضي اللي زارها لوفي ومملكة مملكة دورم في السابق على الأغلب بيحطون برضو شعارة في تعليق أخير كذا من الكاتب لقد فعلوها في الوقت الموعود يعني بعد 20 سنة النومية. تقومون فعلا في ذيك الليله ليله احتفال النار فعلوها واستعادوا جادهم لناخذ استراحه قصيره كان الرغوي ذا نفس اللي قاعد يكتب مو مو مسك اودا ما راح يوقف اودا مكمل الاسبوع الجاي في فصل لا تخافون <applause> نامل ان نلقاكم هنا مره اخرى كان يقول أتمنى نشوفكم مره ثانيه في والو لما يرجعون لوالو مره اخرى وتجيك الستاره كذا ميه. اغلاق الستاره ستاره النهايه الستاره لكن الستاره رجعت يا جماعه في ملاحظة حلوة من ميشو كينج ميشو مشعل يقول لو تلاحظ لوفي حط علامة على جزيرتين حاليا جزيرة اليوجن اللي فيها بوسايدون وهذا العلم الثاني حاليا على جزيرة وانو اللي هي فيها بلوتون فهل ممكن انه يحط علامة برضه على الجزيرة الثالثة اللي راح يكون في اورانوس على الاغلب راح تكون الباف من وجهة نظري ولكن اودا شغال تفقيع جبهات في نفى ما مئة 100% انها الباف ولكن ننتظر ونرى كيف الفقعة الوجه الجاية القادمة كان في ملاحظة برضو جميلة من أخوي الغالي أذكرها قبل مهدي ترجم فريق وان وماذا لو أن اللحية البيضاء قرر عدم الهجوم على جزيرة كايدو جزيرة وانو دولة وانو لأنه لو دمر بالزلازل ممكن يكسر الجدران ولا بلا قصد يفتح حدود وانو أنا مع وضد هذه النظرية يعني أقول أوكي okay منطقية لو كانت بس مو بسبب كافي يعني تقدر تقاتل وتفوز بدون تستخدم الزلازل بكامل قوتها تستخدم زلازل بسيطه يعني مو لازم تلزل ام الارض لين ما تكسر الجدران، ضرب ضربات بسيطه وعادي تنتصر يعني. توفي كسر ودمر وانتصر بدون لا يكسر الجدران. هي نظريه حلو حبيت اطرحها لكم قبل لا اختم هذا الانطباع. حاليا الفصل كذا انتهى، ننتظر الفصل جاء على حرم الجمر لان الحين اخيرا اخيرا نقدر نقول بنشوف الاحداث اللي برا وانو. طبعا دائما الكاتب اللي معودنا عليه في السابق اتمنى انه ما يتغير ذا الشيء، لما ينتهي ارك ونطلع منه قبل لا ندخل أرك اللي بعده نشوف فصل فصلين ثلاث فصول احداث العالم اللي قاعد يصير برا في العالم، اول شيء مثلا رده فعل العالم على مكافاه لوف الجديده وكيف اصبح ينكو. ايضا مكافاه باقي الطاقه بالالام ما ندري كم صارت مكافاه زورو كم مكافاه سانجي آه كم ما ندري عن ولا شيء حاليا مكافاه الطاقم كلها تشبر على تزال مكافاه 100 بلي ولا زودوها الى الملايين ما ندري حتى الان فانتظر هذه على الحرب الجبر احد اهم الاشياء اللي انا قاعد نستناها برضه سيوف زورو كم سيف خذ رجع سيف ريوما شو سوى صار صار ريوما عفوا سيف انما حق اودن او خذ سيف ريوما شو سوى في خذ السيف الملعون الازرق الثاني ولا خلى الاحمر معاه هذه الاشياء المفروض الكاتب يوضحها لنا راح يجيب لك فلاش باك على الاغلب بس الاهم بالنسبه لي شيء اللي صاير برا وين راح البلاك بيرت شنو كان يستهدف ليش باقي صار يونكو كيف عرفنا انه معاه كروكودايل وميهوك بس شلون صار شو صار كروس جيلد هذا الجيلد اللي اسسوه حاليا حق الصليب شلون تاسس بوهاك ايش صار معها ولد اللحيه البيضاء صار معه شيشيبوكاي ليش تبان دول قلبت على حكومه العالم وين راحت فيفي في؟ اسئله اسئله بمليون بليز اودا لا تنقبنا وتقلب في تسوي فينا مقلب تدخل الارك الجديد تسحب على هذه المعلومات محتاجين اجابات بسرعه محتاجين اجابات بسرعه لنا سنتين بدل صرنا نطبخ ننتظر مثل هذه الاجابات بليز بليز <ده> لا تبدا الارك الجديد الا معطينا على الاقل خمس ست عشر اجابات على الاسئله اللي قاعدين نحترق وننطبخ لما نعرفها ونسحب علينا سيفون عشان كنت داخل ارك وانو الحين خلصت ارك زي ما كنت معودنا لما انتي ار قبل لا تبدا الارك اللي بعده تورينا فصل, فصل فصلين ثلاث فصول برا شو اللي صاير شو البلاوي شو الانقلابات ورنا مكافاه لوفي الناس صارت ابي اشوف عمده حقه، ابي اشوف رده فعل شعب دسروزا، حلفاء لوفي سبعه ذيل اللي هم الباف قراصنه الباف و بارتلوميو هذا وباري باري, باري وكافندش والشله ذي كلهم وش صار معاهم؟ كم سفينه؟ كم اصبح سطول طاقم لوفي؟ كم ارض تحت لوفي؟ كم ارض تحت باقي؟ يا عم امك معلومات معلومة هلا مو ما يطول عليكم اكثر من كذا، نتناقش اكثر ان شاء الله في بث يوم الاثنين، تعالوا البث وخلنا نتناقش معاكم وناخذ سوالف معاكم تسألونا ونجاوب عليكم، آه ونتناقش مع الشباب كلهم اللي ما كانوا حاضرين، كذا نكون وصلنا لنهايه هذا البث، في الختام قولوا معاي سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، الاشتراك واللايك والشير ونشوفكم على خير.